الو الو ايوه يا استاذه، مساء الفل. اهلا مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ صوتك اذاعي قوي يا فندم. استني كده نوطي كده المزيكا، قولي تاني كده. اهلا 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 اهلا. لا صوتك اذاعي جدا. طب مساء الخير، انت حضرتك منورانا النهارده، حضرتك اول مره تكلمينا؟ لا ممكن كلمتك قبل كده مره. اوكي طيب، ده فاكره كانت حلقه ايه؟ لا مش فاكره. طيب خلينا نفكر شويه. طب احنا النهارده بنتكلم على الصراحه. اوكي، ايه اللي خلاك تكلمينا بقى؟ هو انا عامه شخص بيحب الصراحه. ومرتبطه معاكي بذكرى جميله ولا ذكرى اليمه؟ لا ذكريات كلها كويس الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما يا رب دايما. طب ما تحكي لي كده. ايه مش بتبقى صراحه مفرطه يعني، بتبقى صراحه بذوق يعني، يعني حتى لو عايزه اعلق على حد ببقى يعني اعلق سيبه برضه. طب ما تحكي لي كده موقف وازاي استخدمتي الصراحه بالذكاء الاجتماعي المطلوب اللي لازم يكون مصاحب للصراحه. مش عارف يعني، واحدة صاحبتي كانت عاملة دايت وهي كانت حاسة ان هي خست جامد جدا يعني، بس انا قلت لها لا يعني الدايت ده مش مناسب جدا بالنسبة لك، بس قلت لها بطريقة لطيفة يعني، وهي فعلا يعني understanded وغيرت الضبط اللي هي ماشية معاه. عشان هي ما خستش؟ ما خستش خالص. طب استني كده، طب انا صاحبتك دلوقتي وانت لسه مقابلاني، فهتوصلي لي ازاي المعلومه ان انا ما خسيتش؟ ودي حاجه عايز اقول لك، لو انت قلتيها لاي سته كانك بتضربيها بسكينه في قلبها. ف ايه بقى هتقولي لي ايه؟ انا جاي بحكي لك انا رحت للدكتور وعملت دايت ويعني انا حاسه ان انا خاسه فوق ال 30 كيلو الفتره اللي فاتت. اوكي هقول لك. بصي يا مروه. مروه حساني مروه النهارده. ها انت جسمك اتظبط شويه، بس يعني اعتقد هتبقى يعني كان ممكن تجيبي نتائج افضل لو انت اتبعتي مثلا نظام تاني او انت رحتي عند دكتور تاني. ليه مش شايفاني خاسه؟ خاسه بس مش قوي يعني، نص نص يعني، ممكن تبقي افضل وافضل واحسن يعني، انت عملتي افورت جامد، بس المشكله في الدايت نفسه. لما ان كل اصحابي بيقولوا ان انا خسيت. انا هقول لك الصراحه يعني، انت عارفاني انا قريبه منك قد ايه، وانا مش هكذب عليكي يعني، انا مرايتك يعني. حلو حلو، لما انت تتكلمي مع بني ادم متحسسي ان انت بتقولي له الكلام ده من منطلق ان انت عايزاه يكون احسن وان انت نفسك ان هو يكون احسن، ده اساس الصراحه، ان يكون النيه ان انا نيتي ان انا تكون انت احسن واحد عشان انا بحبك. صح صح. طب اسالك سؤال، انت مع جوزك بتستخدمي الصراحه ديت؟ مش كل الاوقات. اشمعنى مع مروه وجوزك لا؟ يعني لما في الصرف وكده ممكن ما بستغلش كل الصراحه. انا افتكرت انت كلمتيني امتى. كان حاجه ليها علاقه بالفلوس والصرف. اكيد. بس بس بس. طب مع ان بيقولوا الصراحه مهمه ما بين الزوجين، ان اي مشكله اي مواقف بتتحل بسرعه لما تكون صراحه مع بعض. لا بنهزر طبعا، لا يعني في حاجات بسيطه يعني، بس لا في العادي طبعا كل الامور الحياه لازم فيها صراحه طبعا، كل حاجه خاصه بالولاد او خاصه بالبيت او كده لازم فيها الصراحه. مربيه ولادك على الصراحه؟ جدا، حتى بنتي بتحب الصراحه جدا. طب وهل ده انت شايفه ان ده مؤثر في شخصيتها؟ اكيد اكيد، مخلي شخصيتها قويه، مش بتخاف من حاجه ومش بتخاف انها تكذب مثلا، فلان الكذب بيخلي الشخصيه ضعيفه صراحه. صح صح، برافو، بشكرك جدا جدا جدا، وشكري لي مروه معاكي، منورتينا، ويا ريت تكلمينا تاني على طول. ميرسي ليك. ميرسي. سلام.